مشكله. لكن لو احنا كنا بنتكلم في وضع تاني فهنبتدي نتكلم عن مايكرو فاسكولار سيرجري وفلابس ونحطها ازاي والكلام ده كله. انا معايا 3 فلابس كادافيريك بايسكشن ممكن نحطهم ونعلق عليهم دلوقتي، بس احب اعرف بس تفضلوا ايه معايا. الجوين ويلي عشان الهاند عشان الابر ليمب السمبل فلاب بيديكل تتحط بعد كده تفصل، ومعايا اللور ليمب الجاستروكونيوس والسوليس. فتحبوا تشوف ايه؟ جاستروكونيوس والسوليس. مش مهم الاسامي بس لازم تعرفوا ان هم لازم تعرفوا ان هم طالعين من البيتي الارتري وهو ورا النيل. زي ما قلت لكم لان دايما الانجري ده معاها فاسكولار انجري دايما ودايما بيصلحوا في بين. اوكي فدايما الناس بترفع فلاب وتقول راحت ليه؟ راحت عشان هو اوريدي مش عشان انت رافع غلط، عشان البيتكل عشان الجادجمنت عشان الديسيجن عشان البيتكل اتضرب اوريدي في التروما او اتضرب وهو بيحط البين جرافت. ده هو رسم الايدج بتاع التيبيا. اوكي الفتحه بتاعتنا سواء الجاستروكينيس او السوليس حوالي 2 ل 3 سم ورا التيبيا تمام، ولو بترفع اللاترال جاستروكينيس يبقى 2 ل 3 سم من الناحيه الثانيه ورا التيبيا. اوكي السوليس نفسها على فكره ممكن تقسمها، فلو انت عايز الهاف للناحيه دي هتفتح ليها الهاف الناحيه دي المهم 2 ل 3 سم ورا العظم. اول مصر تيبيا ان واللي رسمه ده هنا البيتل، بس هو مش سطحي كده، البيتل ده داخل في المصر من ورا. الجاستروكينيس عشان تعرفوا فور كفرج اوف ايه؟ ابر ثيرد تيبيا اند ني، مش كل عشان تغطي دي كلها محتاجه شويه حركات صعبه شويه، لكن ابر ثيرد تيبيا اند ني. السوليس ميدل ثيرد. بالنسبه للانكل والفوت دول فري فلاب باي ذا بوك، اي محاولات غير كده بتبقى مجرد محاولات، لكن اساسها فري فلاب. 2 سم طبعا ده كادافيريك دايسكشن هتشوفوه بيشتغل بعمق وبسرعه، دي مش الحياه يا جماعه. ذا فيديو كادافيريك دايسكشن. سكين اند فيش بعد فتحه السكين اند فيش اول حاجه بيشوفها الجاستروكينيس ماسك. على فكره ذا فيري سمبل فلاب، المشكله في الديسيجن فيها يا جماعه. سيبريتنج الجاستروكينيس بعد ما يرفع الجاستروكينيس بيشوف السوليس تحتيه على طول. البلاد سبلاي طبعا بتاع السوليس نسيت اقول لكم ان الجزء الميديال من البوستيريور تيبيال الجزء اللاترال من البيرونيل. دي بيرفوريتوس طالعه من المصل للجلد، هل نقدر ناخد الجاستروكينيس بجلد فوقيها؟ اه نقدر ناخد، بس دول حاجات ابن لذين يعني هتختار تشيل وتحط عليه جراف ما بيقفلش برايمري وحجمه بيبقى كبير. فاللي هيعمل جاستروكينيس ياخدها من غير بيت. ده بس بيورينا البرفيريتور اللي رايح للجلد. بيوصل تحت بيدور على ايه؟ طبعا لغايه دلوقتي هسالك الاندر سيرفيس بتاعها
وتحت هنا يخلي باله من ايه؟ التندو اكيلس. يعني هي لازقه في التندو اكيلس. الصرفه ايه؟ سواء هتاخد جاستروكيميا سواء هتاخد سوليس لازم تسيب نص التندو اكيلس. هو هيقص هنا بالعرض في الاخر. لازم الكاب بتاعك ما تعديش نص التندو اكيلس عشان ما يتقطعش. ادي كده سلكها لاير ماجور، اعتقد ممكن يبتدي في الستيب ان هو يدور على التندو اكيلس. طبعا لما يلاقيه ويقطع نصه هيطلع لفوق ما بين الميديان واللاترال هيبتا والجاستروكينيس، في رافي كده في النص واضح قوي بيقدر يخش فيه وياخد نصها بمنتهى السهوله. في الاحوال العاديه الجاستروكينيس لو انت هتكبر بيه ابر تلفيديا عاده، وكمان بالنسبه لكم مش مهم تشوف البلد، مفيش داعي تشوف البلد عشان ما تعوضش، وهي بتوصل كويس للابر تلفيديا من غير ما تشوف البلد. القصه كلها لو عايز تغطي بيها دي كلها هي دي، انك هتسلك البلد وتشوفه وتقطع الدرج بتاعها. ده التندو اكيلي سواء سكابي خد نص. نرجع نقول قد ايه نقدر ناخد؟ نقدر ناخد نص الجاستروكينيس وكل السوليس والفانكشن مش هتبقى افكت. الفيديك اللي بيخش فوق وعلى الاندر سيرفيس بتاع اللص، فطول ما انت من بره من هنا انت ما عندكش اي مشكله، لكن جوه هنا لازم تبقى فيري كيرفول. في بقى ستيبس رفعت لغايه كده حلو قوي، انت رفعت تلف وصلت خير وبركه، ما تعديش كده، ما وصلتش مانوفرز بقى تعملها. اول مانوفر ممكن تعمله ان انت تقدر تقطع حته من الاورجن من هنا هتبقى معاك ازيد. ثاني مانوفر اصعب شويه محتاج حد كتير انك تسلك الفتك نفسه. الحاجه طبعا الثانيه اللي انا عايز احذركم منها اجين ان ده كاداتيريك بايسكشن، الدنيا في الحياه مش كده، المصل في الحياه مش بلاي من كده، مش هيشدها تروح زي ما عايز تروح. تمام؟ فمش هتكفر يعني انت دي لما تفكر فيها دي توصل من الثيرد بتاع الانتيم. لا لا الحقيقه ما توصلش. هي وهي موصوفه من الابر ثيرد والنيم. هو كده تقريبا سلكات يحاول يشوف هيجيب ريتش زياده ازاي. دي القطعه اللي انا بقول لكم عليها بتاعت الاورجن، وطول ما انت على الاوتر سيرفيس فانت في الامان، على الاندر سيرفيس لا في ريسك. بيجيب منها طول تمام، ايديا كلها الريتش بتاعها اهو، بس طبعا ما بتتحركش اجين بالسهوله اللي انتوا شايفينها دي، يعني مغطي بيها دي. ايزلي ابر ثيرد ايزلي يغطى بالجسد في الناس ايزلي، مشكلته الوحيده بس لو عندك باسكولار انجري، لو ما عندكش اتس فيري سيمبل بلان. وان اوف ذا سيمبلست الحقيقه ومفيده جدا في اللور. سوليس مصل سوليس مصل ميديال هاف بوستيريور تيبيال لاترال هاف فيرنيان. لاترال هاف ما فيش مشكله، لكن رفعه الميديال سوليس خلوا بالكم بس عشان البوستيريور تيبيال عشان ما يتعورش، لان هو بيبان لو انت بترفعه.
وانت بترفع سوليس السوليس اللي بتطلع بتاعها سيجمنتال. يعني احنا كنا لسه بنقول يعني ايه سيجمنتال؟ سيجمنتال يعني طالع لها كذا واحد، ولو ضربت 3 4 ورا بعض بتتقصر، لكن لو ضربت واحد او اثنين مش مشكله. عكس الماينور بادكل، الماينور بادكل يعني لو قصيت الدومينانت وسبت الماينورز كلهم مش هتعيش. اوكي، ده الفرق بين السيجمنتال والماينور. نقول الكلام ده ليه؟ لان لو انت بترفع السوليس فروم ديست، انت عايز تجيب بيها الميدل ثيرد، بترفعها فروم ديستنت تو بروكسيمال، هيقابلك بيرفوريتور او اثنين مضايقينك في اللفه، مفيش مشكله انك تقصهم. رفع السوليس ويرفعها تيبيا. رقم واحد decision making، رقم واحد decision making عشان ما تفقدش فلاك مهم. واللور ليمب بقى خطير جدا في حاجه، ان انت الاوبشن بتاعتك قليله، فلو انت فقدت فلاك خلاص الامور بتصعب صعب صعب. ورقم اثنين الاهميه طبعا للتندو اكيلس، ان انت don't cross الميدل، ما تاخدش اكتر من 50% في القصه بتاعتك. ده هو هنا كان كمان هيعمل هيمي سوليكس قسمها بالنص. ما حدش بقى يا جماعه يتخيل ان الفلابس دي توصل للور ثيرد، لا يحاول ولا يتخيل لور ثيرد، لان هما مش هتوصل. وعشان توصل ورا تنشك هتروح لور ثيرد، ليه اجراءات ثانيه خالص 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 في مقدمتها الفري مايكروفاسكولار ترانسفير. مستنيين للاخر عشان نشوف اذا كان حقيقي يوريكم الريتش بتاعها توصل لغايه فين. لغايه نص السوليس كده الاود انك انت تربط السيجمنتال بيرفوريتورز، لو ربطت فوق كده هتعاني هتسفر الفلاب هتسفر. احنا عندك لغايه نص السوليس ممكن تربط فوق كده خالص. ميدل ثيرد ايزلي ميدل وابر ثيرد تقدر تاخد معاه نص الجاستر كيميس مفيش مشاكل، لكن ما تاخدش الاثنين ابدا توصل مع بعض. ده لو رسم الانتيريور سوبر الي اكس فاين والكيبل الخط بينهم
اوكي كيوبيك كيوبيكل هتير سبري اكس 5 وخط بين تمام. المفروض بقى كده تحس ده الفيمرال ارك اللي هو حاسه الكادت اللي بيطلع على الفيمر على الكورس بس 2 سم تحت دي 2 سم تحت اللاين بتاع الواي لاجن كيوبيك كيوبيكل هتير سبري اكس 5. ليه بنقول الكلام ده؟ لان انا شفت الثين جروين فلاب فين؟ الجروين فلاب الحقيقه ان هي تسود دي حاجه صعبه قوي لان هي من فلابس سهله ولطيفه. ليه؟ لان اللي عمله الميتنج ما عرفش ان انا سنتر الفلاب على الجوانا ليجن. يعني رسم اللاين ده وحط السنتر على الجوانا ليجن. لا البنتل مش ماشي على الجوانا ليجن ماشي 2 سم تحت الجوانا ليجن. هو غالبا رفع الفلاب والبنتل بره. اوكي؟ فدي البوينت ان انت لازم تبقى عارف مش بس شفت الجروين فلاب شفتها على الجوانا ليجن بتتقاطعها وخلاص. لا اللي رسمها دي سارتوريوس على فكره. ليها اهميه قصوى. ليه؟ برضه لان البيديكل هنا ماشي ما بين السارتوريوس والفاشيه بتاعتها وهنا بيبقى سكارتيشن. فانت هنا لازم تاخد الفاشيه معاك عشان ما تعوضوش. هو عمل ايه؟ الاناتومي كيوبيك كيوبيكل انتيريو سبير اكس 5 البيديكل 2 سم تحتيه. والسارتوريوس عشان ياخد الفاشيه بايه وهو شغال. وان ذا سيمبل ستابس يعني لو انت عارف الاناتومي الحقيقه وما عملتهاش قبل كده هي بس اللي عارف الاناتومي. هتترفع من تاون ده الانتيريو سبير اكس 5 وبيزود هو الحته اللي عليها دي راندم الاخرانيه. طبعا برضو نصيحه بعد ما ترسم الكلاب العيال هيقفل ولا هيقفل الراجل ولا تاخد الجلد على بعض تبع ولا حاجه شوف الجلد ده السطل لان ده اجين لسه كاتافيريك دايسكشن كل حاجه رايحه جايه معاه لكن انت في حقيقه هات تست ده اعتقد كده بيرفع الجوين الناحيه الثانيه مش اللي رسمها بقى الفيبر الارضي فيسل ودي الانجوانا ليجمنت ودي الفلات فلات هايله للدورس المتهان فلات هايله للثم فلات هايله اللي ما بيشتغلش مايكرو هتحل له مشاكل كتير عيبها الوحيد وعيب قاتل الحقيقه ان العين هيعوزها ثلاث اسابيع دي مكسوره في جنبه والثلاثة بتنسوا بلاست ويدبسوا في بعض ثلاث اسابيع ثلاث اسابيع وطبعا سكند ستيج انك انت تبص لكن حللت مشاكل حللت مشاكل جدا. الجزء اللي بره ده اللي احنا بنقول فيه طلع فيه سوبرفيشال ممكن ياخد سكيل وسبكتينيوس بس لكن هو هتشوفه واي حد يرفع جرايم بعد كده يرفع لغايه السارتوريوس يطلع السارتوريوس ينزل على الفاشيا هنا عشان كده هيبقى ماشي كده. ماشي سطحي جدا. ستيل شويه فتح معرفش هو طبعا هنا تحت المفروض ان هو بعد ما يقطع المفروض يبتدي يدور على السارتوريس هنشوف. سطحي سبين سطحي تنس المفروض يبتدي يبص على السارتوريس الانتيريو سبري اليكس 5